يعني ده كان ابرز او ابرز الكلام اللي المهندس محمود طاهر كان بيتكلم عليه النهارده في المؤتمر الصحفي. لكن قبل الفاصل او قبل المؤتمر او احنا بنشوف المؤتمر كان ليه سؤال للاستاذ كمال. استاذ كمال، يمكن المهندس محمود طاهر كان بيتكلم على جزئيه اثناء وجودهم او بدايه المجلس كان بعض المشاكل، وكان في ناس بتحاول توقع النادي الاهلي عن طريق المجلس، فبالتالي مهندس محمود طاهر تماسكه كمجلس اداره. زي ما احنا شايفين حاله الاستقرار اللي موجوده دلوقتي للنادي الاهلي يعني ما شاء الله ماشيه بشكل جيد، زي ما احنا شايفين طبعا فخر الالعاب. بالظبط، خلينا نقول ان مجلس محمود طاهر ده مظلوم. يعني راجل دخل الانتخابات هو مجلس ادارته مجموعته، وهو كان اكيد كلنا عارفين وانا متاكد هو اللي حرك المسائل، وهو اللي قاد الانتخابات، وهو اللي اختار المجموعه بقدر ما كان بدات تزق معاه. ده 10 على 10. اكتر من 12,500 ده ما حصلش، يعني واخد اريحيه في التصويت، جايب اصوات ما فيش بعد كده. حلو قوي. العمليه الديمقراطيه اتضربت مش منه، مش هو مسؤول، وبكررها وبقولها. مديريه شباب والرياضه كان عندها يقين ما قبل الانتخابات ان مجلس الكابتن حسن حمدي، اللي هو كان الكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب، ده بالورق، مش عايزين احنا ما بنفتريش على حد، بس لازم يكون عندنا شجاعه في الطرح، هي المسؤوله عن ضرب العمليه الديمقراطيه في النادي الاهلي، وهي كانها مصممه على ان اسقاط العمليه الديمقراطيه، واعتقد ده سيناريو واضح. اثنين، ان هي بعد كذا يوم كده بثلاث اربع ايام تم رفع قضيه وتتحل. كنت انت قدام في الحل، انت اجهضت العمليه الديمقراطيه كلها حتى لو لصالح افراد، لان هتيجي لو انت عملت اختبار او اختيار ما بين كل اعضاء النادي الاهلي تقول له يا جماعه احنا هنعمل نروح المحكمه او لا، هيقول لك لا انا عايز استقرار النادي الاهلي، لان ده محمود طاهر ايه اللي ممكن يستفاده، او مجلس محمود طاهر والمجموعه اللي معاه كل حاجه، رايه بياخدها ورايه مرفوعه، وتلاقي صحته وراجل عامل كذا عمليه على النادي الاهلي، يعني مش هقول لك، يعني راجل عايز نفسه يعمل حاجه. اثنين، كان امام خيارين، في شفت مركب النادي الاهلي قدام امواج عاتيه ومن غير مجلس اداره، ليه؟ لانك انت قوت العمليه الديمقراطيه اللي انتخبوا بيها المركب الاهلي، عمال يعمل كده. طب الراجل يقفز من المركب ولا يخليه على الاقل يوجه المركب راح فين ويظبطها؟ كان قدامك حلين، الاسهل ان انا امشي صحيح. تحت حجه ايه؟ ان انا ارفض التعيين. ترفض التعيين ايه؟ ما انت لو مشيت حضرتك يا رافض التعيين هتمشي، هيجي مجلس معين، يبقى انت الكيان كله ضريته، يعني انت بدل ما تضر نفسك بس لان دي عمليه مخاطره، بدل ديت انت ضريت الكيان كله. ليه؟ بمجموعه تم تعيينها هي اللي بتقود المركب، اعتقد قد يكون لها خبره او ما تكونش، لان ده اسمها ايه؟ مخاطره. ثانيا، انا كخالد عبد العزيز او كاني مسؤول، اما اجي اعين مجلس اداره النادي الاهلي هعين مين او هسال مين؟ المجموعه اللي قبل كده بطريقه او باخرى. يبقى انا حتى لو سالت كابتن حسن حمدي او خلافه من المجموعه اللي قبل كده هيجيبوا رجالتهم اوتوماتيك، او هم يعرفوه، مش اسمها رجالتهم، اسف جدا، هيجيبوا الناس اللي يعرفوه. يعني انا ما ابقى وزير، ما انا هجيبك وزير اعلام، هجيب الناس يا محمد ان هم اصحابي اوتوماتيك، اذا انا ما غيرتش وقوت اختيار الناس وضربت العمليه الديمقراطيه، والناس اللي راحوا وقالوا نعم للتغيير انت قلت لهم ابدا، انا كانك بتطلع لسانك ليهم، مش هو ده الصح؟ اثنين، ايه بقى مجلس الخمسه سته اللي هم تحملوا المسؤوليه بما فيهم محمد عبد الوهاب العضو المستقيل، ايه اللي حصل؟ قالوا لا هنكمل. تعظيم سلام، هيكمل لان دي مغامره، كان ممكن ما يكملش، كان ممكن يغرق، مش كان ممكن النادي الاهلي يغرق؟ صحيح. كانوا هيعملوا ايه؟ كانوا يضربوا بالرصاص في ميدان عام، في ميدان مختار التتش جوه النادي الاهلي، هيتم اغتيالهم معنويا بطريقه اخرى، والصحافه يبقى ضرتهم وضرت مستقبلهم وضرت مستقبل اسرهم، والحقت الضرر بالاسره وبمكانتهم في المجتمع، ده صح. لكن هو اشاء الله سبحانه وتعالى ان هم يكونوا مجتهدين، لان محمود طاهر خلينا ومعاه الناس اللي بتقدف معاه كل احترام وكل تقدير، وكملوا حققوا اللي ما حدش حققه قبل كده، ده هو ربنا سبحانه وتعالى بقى وعلمهم وشغلهم. ده اللي حصل في الاول، كل الناس رهنت بعد انتخاب محمود طاهر بما فيهم المجموعه بالاسماء، درندلي والعمري ومرتج، كل الناس رهنوا ان هم ما يكملوش، ان محمود طاهر ايه؟ ما هو محمود طاهر لسه جاي من نائب، من عضو، وكان مرشح نفسه، مش هيجي رئيس. جه فجاه ما هو كسب، لانه هو فاكر ان هم هيديروا من ورا الستار. اديني فرصه بس اكمل الجملتين، هيديروا من ورا الستار. اكمل بس الكلام على مسؤوليه، الكلام ده يعني انا ماليش، يعني انا اللي بتكلم، انا بقول لك انا اللي بتكلم، يعني انا بتكلم بس بعد اذنك. اتفضل. اقصد ايه؟ هو انا اعرفه ومركز معاه من ايام ما كان ايه، مركز، ما كنتش اتوقع ان هو ممكن يكسب كده، ممكن يعمل كده، ممكن يحقق للاهلي كده، خلينا منصفين، وان كانت حته الاقتصاد يعني في الجمعيه العموميه انا حاسد له ليه، وابراهيم المعلم لا ليه؟ قول لي ابراهيم المعلم كان واقف مين اللي معاه؟ الاهلي وتاريخه وجغرافيا وسابقه وبتاع، ايه حسن حمدي كله مش واقف معاه؟ مش ده اللي حصل؟ حقيقي. لكن هم اختاروا ليه؟ كان في خيارين، خيار اقتصادي، الاهلي عايز فلوس، معاك فلوس يا كابتن محمد بتجيب اللعيب كويس في التوقيت اللي انت عايزه، معاك فلوس بتجيب مدرب كويس، معاك فلوس بتدي مكافئات للناس اللي هي حافز، معاك فلوس بتعمل انشاءات، معاك فلوس. هي الدوله، هي قصدي المستقبل كله، والاهلي كان محتاج فلوس، وخاصه ان بعد اقرار بند الثمان سنوات
بدات الاداره يعني ما تهتمش، لانه هيمشي هيمشي. واعتقد وبكررها لك، كان فرع مدينه نصر كان في اضراب للناس، رواتب الموظفين ما كانتش وصلت. محمد سويلم راح قعد معاهم وقال لهم ايه احنا هندفعها. اذا كان موقف المالي وصل للمرحله ده مجموعه. هنيجي الاهلي، ايه بقى اللي حصل؟ انا ما شفتش في حياتي وبكررها لك ان حد داخل مجلس اداره ما يكون مثلا مجلس اداره الكابتن حسن عمد، كان في مجموعه، في طارق ابو زيد، وفي ان هم خارج البتاع. ما انا ما شفتش ان هو اجهض، وما شفتش ان هو قاد حمله ضد مجلس اداره، حتى بيبقى ايه بيقول رايه ويمشي. لكن حمله ممنهجه ضد اي خطوه في سبيل في قرار مجلس اداره، ده مش مظبوط. هنجيب مدرب، محمود طارق اعلن ان هو مجلس، هنجيب مدرب، ابص الاقي مجموعه من يسافر يجيب جوزيه، ويجيبوا هنا في القناه مش عارف ايه، ويجيبوا مجلس اداره، واحد يجيبوا مجلس مركز شباب الجزيره عشان يبقى بعد. لا، ده بيقود حمله عايز يكرس الانقسام، عايز يقوم ثوره شعبيه من بره عشان تروح تحرق محمود طارق ومجلس ادارته. ما هو ده احنا فاهمينها، انت شفتها في تاريخك بقالك كام سنه، شفت حد بيعمل كده في النادي الاهلي بعد اذنك؟ طب هو الهدف من اكمل بس جملتين، شوف ما هو بص، هو الهدف مش من الهدف ايه بعد اذنك؟ ده كده انت الكيان نفسه انت الهدف منه، انت بتوقع الكيان. انت يعني ده بيوقع كيان ايه؟ ده المشكله في الفتره اللي فاتت خلت الناس كل الكيان كيان ايه بقى؟ كيان احنا هي البنا ومزيكا بنقعد نقول كيان كيان، لا الكيان ممارسه. الكيان اما انا ليه عايز ادخل مجلس اداره وبتاع والاقي واحد افضل مني، ما انا اساعده، ده الكيان. لكن ايه؟ وده اللي انا شفته، فتحت عليا من سنه 77 بشتغل في الصحافه. صحيح. كيان والاهلي والاهلي فوق، فجاه لقيت ايه؟ ده انتوا اللي بتضربوا الكيان ده، المجموعه اللي هي كانت حاكمه بطريقه او باخرى. اذا انا قدام موقف يلخبطنا، ندخل في العصر. برغم كده محمود طاهر عمل ايه؟ الانشاءات يا راجل، مبنى، روح شوف مبنى الاسكواش اللي هو فيه اللي بندفع فيه الفلوس الاشتراكات بتاع، روح شوف كان واقف بقاله يجي 15 سنه، شوف كان كام المقاول، كان عايز ياخد كام، والمقاول ارتضى ان هو يكمل بنفس السعر. مش عايزين ندخل في تفصيله، روح شوف المكتب الاستشاري اللي كان هناك في الشيخ زايد وخد فلوس 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 والعمليه متوقفه، مش عايزين ندخل في تفصيله، روح شوف. مش عايز، الاهم ان محمود طاهر ومجموعته الموجوده مجلس اداره مجموعه من الفرسان. اقفل، مفيش اي، لانك انت عارف مهما كانت اسهل حاجه ان انت تكون صاحب قرار وتيجي تقول لك شوف الملف ده بتاع محمد فاروق، ملف فاضي، يجي في ملف تيجي تلاقيه باص. لا، ما بين ان هو تتهم محمد فاروق، ما بين ان هو يطلع براءه فتره كده يدفع ثمن غالي جدا، الحته ديت مجلس اداره محمود طاهر ورجالته لا يمكن في اي حاجه يسيء لاي واحد قبل كده، حتى الذين اساءوا لمجلس محمود طاهر. لا، انا ما سمعتش من محمود طاهر بيشتم حد، ما سمعتش اي حد من اللي جوه يسيء. طب ده كلام يعني؟ ده حاجه محترمه جدا ان هم مجموعه التزمت بالكيان. اكمل حته بقى مهمه جدا من خلال المجلس، من خلال المؤتمر. الرسائل اللي اكد عليها محمود طاهر وبقولها وبكررها، يعني قبل ما انت بس تقول رسائل، كان في سلوجن مهم جدا انا لازم، اللي هو سلوجن يعني شارك في مستقبل ناديك، اهو في صنع مستقبل ناديك. ده حاجه محترمه جدا، ده حاجه مهمة. ده ايه؟ ما هو ده تعظيم الجمعيه العموميه، تعظيمه. بيقول له خلي بالك انت ايه المفروض تيجي وتشارك، تعال قول لي شمال او يمين ما فيش مشكله، تعال قول، لكن من فضلك انت ما تجيش كعضو عضو النادي الاهلي، ما تجيش وتحملني انا مسؤوليه وتيجي تحاسبني، ما ينفعش. تعال شارك معايا لان الهم كبير قوي. الناس، الاهلي بقى مغنمه وغنيمه لاي حد عايز. الاهلي بقى نادي مستقر بيمثل مشكله نفسيه للكثير من المصريين اللي هم رافضين. مش هقول لك على الغل، شوف الاهلي ما يفوز، شوف الناس بتعمل ايه. ايه ده؟ شوف فرع، انت خدت فرع. هو البعض بيقول لك ايه؟ ليه الاهلي اكتر جماهيريه من الزمالك؟ الزمالك مرتضى منصور الله يكون في عونه من اللي شايفه هناك، مهما عمل وعمل وعمل حرب طاحنه عشان الكوره، وقلنا قبل كده البند الكوره ده بند من بنود تانية. صحيح. هو الكوره ويدفع ثمنه زي ما كان محمود طاهر بيدفع ثمنه في الاول، الخلافات الاولانيه من بين المدربين اللي جت، وده حرام. ما هو دي نقطه لازم حاجه برضه نشوفها، ان الجمعيه العموميه حاجه وجماهير النادي الاهلي الكبيره اللي برضه المهندس محمود طاهر مطالب ان هو يسعدهم بشكل كبير بطولات. بس عايز اقول لك حاجه، ما هو برضه ايه، خلينا انصاف اما نيجي نحكم على اي العمل العام برضه، عشان بس يعني احنا بنتكلم. انا معاك ومتفق، لكن في المقابل ايه؟ انك مش عايز يغتال معنويا اي مسؤول في اي نادي، في الاهلي او مرتضى منصور في الزمالك او محمود طاهر او خلافه او هنا او هنا، عشان الكوره كوره نقعد ونحدد، لكن في مجموعه عوامل تانية نقدر يبقى حكمنا عادل. طبعًا. انا مش هستنى التاريخ لما ينصف محمود طاهر او ينصف ده فلان او فلان، لا. انا بقول لك انا التاريخ، انا دلوقتي اللي بحكم بقيم عادله نستطيع ان احنا نقول صوتنا. نرجع للمؤتمر صعب، انت قلت لي حاجه مهمه، شارك في صنع مستقبل النادي. ده عنوان حلو قوي، عنوان رساله هاديه جدا، عملوها اتنين في مصر. سمير حلبيه في النادي المصري برضه نفس العمليه، شارك في صنع مستقبل النادي بالظبط في الميادين كلها شعار. فانا بقول له ايه؟ قال لي الناس تيجي تقول ليا، تيجي تقول عليا، لكن انا عايزه يجي، وده حاجه محترمه جدا. حقيقي. فجيت هنا لقيته في النادي الاهلي برضه، وهم في تشابه ما بين الاثنين، سمير حلبيه ومحمود طاهر، اللي هم ناس مش محتاجين يا كابتن،
مش محتاج ان يبزنس في مش عارف في لعيب يبزنس في البتاع مش القرف ده خالص. ناس بتغير موازين ومفاهيم كل المنظومه الرياضيه. انا جاي اصنع تاريخ مع ناديه، انا جاي اعمل فروع في المصري واجي اعمل فرع، ده حاجه محترمه جدا. عشان كده انا بقول لك ليه بيقولوا جماهيريه النادي الاهلي بتزداد وجماهيريه الزمالك بتتوقف، لان محمود طاهر جاي المستقبل هو اللي بيشغله، اللي هو عليه 20% من الموضوع. ما ياخد ارض ب 42 مليون جنيه 48 مليون جنيه التجمع الخامس الله، طب انت ايه؟ لان التجمع الخامس يبقى فيه زياده من جماهيريه النادي الاهلي، الاولاد يطلعوا يقول بيب 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 اهلي الصغيرين، اوتوماتيك انت بتزداد. شايف الناس مش شايف المستقبل شايفينه ازاي؟ انا شايف ان تجربه محترمه جدا، ناس ما بتبصش تحت رجليها، ودي معظم الانديه 90% منهم انديه بقول لك باستثناء ناديين المصري والاهلي بيبصوا للمستقبل. هناك في بورسعيد عامل افرع ما حصلتش خالص، حاجه تتكتب في التاريخ، عشان كده مسمينه المصري الجديد، اعاده بناء المصري الجديد. وهنا الاهلي الجديد، الاهلي الجديد اللي فيه كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه معمول، هتتكسر على الحاجات الحلوه دي كل اساءه واحد بيفكر فيها. بالعكس احنا لازم نجتمع كلنا ان احنا نخلي نادينا في احسن حاله واحسن. طيب يا كابتن، ما هو ده المفروض يا كابتن. خلاص يا كابتن، الاهلي في ناس تربحت باسم الاهلي النادي كتير قوي، مش عايزين ندخل تفاصيل يا كابتن، مش عايزين خلينا نكمل بتاع المؤتمر. خلينا نرجع لبعض الكلام الرسائل. المهندس محمود طاهر الرسائل اكد يعني عليها جزئيه ان هو بالرغم ان هو اوضحها، ولكن طبعا هو رفضها في الاخر، ان انا ممكن اشتكي او اللجنه الاولمبيه المصريه للجنه الاولمبيه الدوليه ونبقى في مشكله للرياضه المصريه. هو اكد حاجه، هو قال لا انا مش هعمل كده، بس دي كانت ممكن حاجه سهله ممكن محمد أعمل. فاروق اللاعب الجميل اللي احنا بنعمله الاعلام الاروع، اعلامي الاروع، انا عايز اقول لك على حاجتين. انا قلت لك انا داخل المؤتمر ده وخايف ليه؟ سمعت من بره، او سمعت زي ما كل الناس، انا بقرا الجرايد وسمعت في ازمه وفي انابل وفي كذا. لما رحت احترامي وتقديري لمحمود طاهر ومجلسه، مجلسه اللي هم مين ومين قولهم لي بالاسم كده. استاذ كامل زاهر، استاذ احمد وحيد، هشام مروان، هشام محمد جمال هليل، عندنا مين تاني؟ عشان انا هم الخمسه. لا فاضل واحد ولا فما فاضل واحد خمسه؟ لا هم كده اربعه. يعني لا هم خمسه. طب انا قلت محمود طاهر، المهندس محمود طاهر. اللي عايز اقوله ايه، المجموعه المحترمه دي في اكدت، لان هي اكيد وهي بتتكلم فوضت الرئيس نمره واحد، اعلن ايه القانون، هو مع القانون ومعجب جدا بالقانون، وده كان كل الامل لكل الرياضيين بما فيهم محمود طاهر في قانون. في اختلاف ما فيش له وجهات نظر، ما فيهاش مشكله. الحاجه بقى ثانيه، قالوا مشكلتي مع اللجنه الاولمبيه، لان في اللائحه الاسترشاديه في طريقه اللي هي عدد الحضور وصحه الانعقاد والحاجات اللي هي الحاجات اللي هي القشور البسيطه دي، هي دي عندك مشكله كمان في لجنه التسويه كمان، تسويه المنازعات. ما انت لسه عايزك تخش لي فيها كمان. بس هو قال حاجه مهمه جدا. قال ان انا ممكن قدامي طريق اللجنه الاولمبيه الدوليه، ولكن قال حاجه محترمه جدا وتدرس ونقف عندها ونديه له حقه. لن الجا الى وسيله قد تلحق الضرر بالرياضه المصريه. ادي واحد. جميل. في نفس الوقت انا عايز احافظ على النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وكرامه النادي الاهلي. جميل جدا. حاجه ايه، شوف يعني، شوف كل واحد هدد قبل كده، ما المشتاقين كتير جدا. لان محمود طاهر مش من نوعيه اللي هو مش مشتاق، مش عبده مشتاق. الاهلي مش هتفرق كتير قوي ان هو يعني يبقى اهلي، يعني خلينا بس منصفين، لكن هو عايز يكمل للنادي الاهلي، حاسس ان في جميل بعد صالح سليم وبعد حسن حمدي ان هو يكملها في حاجه مشروعه، فده كلام محترم جدا. الحاجه الاهم واكدها في المؤتمر واكدها لي، ليس هناك اي خلاف مع المهندس خالد عبد العزيز بطريقه اخرى، مفيش خالص. حتى لو هناك اختلاف في وجهات النظر، كان في حوار بينه وبينه لسه قريب بعد الحوار بتاع المهندس خالد في الاهرام، وبعد انتوا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، لكن انا شايفه ومن هنا بقول حتى بقى قبل المهندس خالد عبد العزيز للمهندس محمود طاهر، اللي عايزه قاعده وزي المهندس خالد عبد العزيز ما بيفتح مكتبه لاي حد عايزه لاي نادي في اي حاجه، لان هو العراب، هو كبير الاسره الرياضيه سواردي او مرضيش بحكم القانون بحكم المنصب وبحكم كمان الحاجات الانسانيه الجميله اللي بينه وبين كل المنظومه الرياضيه، من باب اولى في اي مشكله انت بتحلها وانت عندك حلول. المهندس خالد عبد العزيز عنده حلول بعيدا عن اي حاجه، هو بيسهل، هو عايز ينجح، عايز يطبق القانون بدون ضوضاء بدون نجاحات. الحاجة الأهم، مش متحيز للخطيب ضد محمود طاهر من الآخر، وبكررها لك، مش متحيز، رغم إن هو قبله وما قبلوش كنا وراح بيسمع بيسمعش، راح فتح مكتبه ل 12 واحد من الأهلوية اللي هم معارضين، كل ده أمور عادية. لكن أنت محمود يا طاهر رئيس النادي الأهلي، أنت اللي سبت، أنت ومجلس إدارتك، أنت اللي سبت المساحة هناك، وأنت اللي سبت الناس تتكلم، وأنت اللي سبت ناس تروح تتكلم باسم النادي الأهلي. المفروض ده دورك أنت، إذا كان هناك رئيس نادي الزمالك بيروح يتكلم ويعامل ود جميل جدا واستطاع أن هو يحافظ على ناديه من القرار ويحصنه ضد أي حاجة شوائب إدارية بطريقة أخرى، هي دي حاجتك أنت اللي تقدر تكمل. أنا سعيد وبجد بجد سعيد بخطاب من الكلمات اللي هو نقاها محمود طاهر، من المرات النادرة اللي أنا أشوف أن هو مصر جدا على أن رسالته تكون موجودة، ما تعصبش، ما اصطنعش مشكلة، ما فيش
انا اعداء النادي الاهلي او اعداء محمود طاهر ومجلس اسيوط كانوا موجودين اكثر من 15 واحد قاعدين يشوفوا عشان يكتبوا هو الدنيا دي رايحه فين وجايه منين عشان زياده الخلافات، لكن هو نجح. طيب انا الكلام مع حضرتك صراحه في الموضوع ما بينتهيش، ولكن يعني خلاص انا وقتي بينتهي مع حضرتك، يعني اخر كلام ممكن توجهه بقى للجمعيه العموميه الفتره اللي جايه. اللي بص انا اقول لك سر من الاخر، انا ايه، انا عضو في النادي الاهلي كويس، ان محمود طاهر بيقود عمليه صناعه حراك لصالح تمرير رساله النادي ده حاجه محترمه جدا وده دوره، لكن هو السؤال لازم يكون فيه بدائل. بدائل ايه؟ العضو بص عشان محمود طاهر بيعمل اللي عليه، عضو الجمعيه العموميه لازم يعمل اللي عليه. ما تسيبش ناديك سفينه الامواج بتتلاعب بيها، عايز لائحه بتاعتك دي تتمرر شارك واحضر، مش خلاص يا عم ده هي ساعه بتروح تدخل بتروح معلم او لا من الصبح ممكن تمشي وساحه الانعقاد تبقى بعد كده، خلاص ساحه الانعقاد وساحه القرار بعد كده نقدر نشوف تلتين من العدد تقدر تكملها وتقدر تعملها. شارك، ما تجيش تسيب ناديك وتسيب مجلس الاداره ان هو يحارب لوحده، اسف جدا. ما تجيش تقول ايه ده في 12000، لا هتجيب 12000 و500 هتجيبهم. هتجيبهم لانك هيجي ويمشي، مش هيجي يقعد. مش احسن من كيان النادي الاهلي؟ الايه؟ مفيش احلى من احسن من كيان النادي الاهلي. لا لا انت ايه، مش انت انت بص يا كابتن عشان ما يبقاش في ازدواجيه، انت الاهلي والاهلي والاهلي والاهلي. طبعا. طب عضو الاهلي لازم يفتخر بناديه ولازم يكمل معاه. حقيقي. مش هتخسر كتير. صحيح. واوعى تقول اه ولا واوعى تسكت، واوعى تقول اصل فلان اصل انا يعني النصاب هيجي ويكتمل من غيري، يبقى اسف جدا انت بتشارك في انك انت خلاص تلبس في الاسترشاديه خلاص، ما تبقاش بقى تتكلم وتقول كرامه الاهلي وكيان الاهلي وبتاع كده، وما ينفعش. عضو الجمعيه العموميه اللي نصر مجلس محمود طاهر ونصر رؤيه اللي الاهلي بقوته، بقوته الاقتصاديه مش بقوته اللي لا الاقتصاديه رقم واحد اللي هي بتتيح له تحرير القرار ويبقى عنده كرامه يعمل اللي هو عايزه، في فلوس اللي نجح محمود طاهر ان هو يعمل كده، تسويق حقوق ولا اروع من كده، بيع الدوري ما فيش بعد كده، في اكثر من مفاجاه مالهاش حل، ان عندك ميزانيه 930 مليون جنيه قريب من المليار، قد الانديه المصريه كلها، عندك فوائد وعندك وعندك، لا 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 انت قدام انت قدام بلد، انت قدام بلد صغيره مصغره، يا ريت البلد كلها تبقى كده مؤسسه كبيره. طبعا لا لا مؤسسه نحترمها بقى، صناعه المؤسسه دي من مين؟ كل اعضاء النادي الاهلي مشاركين فيها بطريقه اخرى عشان نكمل بقى، عشان خاطري وبقولها اللي خايف على النادي الاهلي من جماهير النادي الاهلي افرض المعركه شمال او يمين، اللي انا متاكد منه الاهلي هيلتزم بكل حاجه لان الاهلي القيم. صحيح. يعني القيم، وانا متاكد ان مجلس محمود طاهر مش هيهرب من السفينه، متاكد ده هيقود النضال لاخر لقطه اخر لحظه ان هو يفيد النادي ويفيد المجتمع الاهلاوي او المجتمع الاحمر عشان تظل تحط تبقى فخور بناديك، في نجوم كتيره قوي حاططها على صدرك لسه هنكملها اعتقد وهتكملها وتكمل هتكملها بايه؟ بالاجتهاد بحاجتين طبعا بشغلك طبعا شغلك مفيش بعد كده وبالقيم الحلوه اللي انت بتغرسها مظبوط. محمود طاهر اكبر كله حتى خصومه ان هم ما لا النهارده الصراحه المؤتمر لا لا انا بقول لا 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 لا. يعني اثبت المهندس محمود طاهر ان هو فعلا حابب ان الكيان ده هو اللي يبقى في المقدمه وبعيد عن المصالح الشخصيه، هو مش موجود فيها، هو مكمل عشان خاطر ان النادي ده يبقى في الاحسن ويجي المجلس اللي بعده يكمل المشوار ويجي المجلس اللي بعده يكمل المشوار، هو ده الاهم من جملتين بقى ليك انت بعد اذنك. ده اكيد مهندس خالد عبد العزيز تحديدا تعليقا على تعيين مجلس محمود طاهر قال لي من افضل القرارات التعيين اللي انا خدتها، اعتقد دي قالها لي قالها لي كان قاعد مين؟ كان مدير مديريه الشباب والرياضه في القاهره وثلاثه اربعه من وكلاء الوزاره، دي الكلمتين دول بيعني ان هو كمان هو راجل مبسوط، مبسوط بالاهلي ومبسوط بالزمالك مبسوط بحاله الرواج، عشان كده عايزين نكمل معاه. مكتب مهندس خالد مفتوح، ادعوه يا اخي، ادعوا المهندس خالد يجي يشرب قهوه ويشرب شاي عندكم ولا اي حاجه ولا حته جاتوه مضروبه ولا اي حاجه، ايه القضيه يعني؟ لا انا بجد مفيش احتقان، مفيش اي حاجه في اي حاجه، احنا كلنا اولاد النادي الاهلي وفي الاول وفي الاخر محتاجينه يبقى دايما في مقدمه ان شاء الله. يعني اكيد سعدت بلقائك يا استاذ كمال، ويعني دايما بسعد بيه الصراحه ما شاء الله على حضرتك، بغض النظر بقى اسماء مش اسماء انا بسعد بيه. لا عايز اقول لك حاجه، وانا غيرت وانا من درويش النادي الاهلي، لا لا وانا بقبض ثانيه واحده اقول لك حاجه، وانا متعين وبقبض ايه، انا بقول كلمتي وكلمتي دي الزمن لو انت تقعد شويه بتقبل. طب انا من دلوقتي مفيش مشكله، انت عندك حاجه كويسه حافظ عليها. صحيح. هي البلد كلها فيها مشكله في ايه؟ بيبقى قدامنا الحاجه الكويسه وبنفرط فيها، وبعد ما نقول يا ريتنا، لا كل حاجه حلوه في بلدي لازم احتفل بيها، في تنميه وفي حاجه، في النادي الاهلي في حاجه كويسه. صحيح. طب وانا لازم تبقى حرب اهليه في النادي الاهلي، لا حاله الاستقرار دي مهمه جدا ولازم تستكمل، يبقى لازم تكون فخور يعني بحاجه حتى في البلد مترطبه في 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 اجواء رطبه بتستطيع انك تكمل فيها. صحيح. ده عشان كده، وبعدين لما انا بقول اسماء بقول ان ايه، العمليه مكشوفه. حقيقي. بنلعب على المكشوف، في اهلي وفي كيان، عايز تحرقه احرقه يا سيدي، بس هنشاور عليك ان انت حرقته، عايز تبنيه ابنيه وفوق راسنا من فوق، بس انا هقول لك شكرا لك لانك ايه
ان انت افدت اولادي اللي هم داخل سور النادي الاهلي بيتعلموا قيم حلوه، ما يتعلموش البزقات اللي بره والمشاكل والحاجات اللي مش عايزين ندخل في تفصيله، خليها حلقه ثانيه عشان نبقى ايه نكمل الاسئله. ده لازم استاذ كمال، بشكرك شكرا جزيلا وجودك معانا. يعني بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا اللواء محمد الحسيني عضو جمعيه عموميه بالنادي الاهلي وايضا رئيس اللجنه الرياضيه بحزب الوفد، هيكون معانا برضه لاستكمال الحديث عن المؤتمر الصحفي، واكيد عضو من الجمعيه العموميه اكيد حابب النادي ده برضه. استاذ كمال على فكره عضو جمعيه عموميه، فبالتالي هو بيتكلم اكيد هو حبا في هذا الكيان، حبا في النادي الاهلي ومستقبله القادم. ايضا استاذ او اللواء محمد الحسيني اعتقد هيكون برضه نفس الاسلوب، تعليقه على كلام المهندس محمود طاهر النهارده في المؤتمر الصحفي، وايضا لان طبعا وهو موجود في حزب الوفد، وحزب الوفد من الاحزاب الكبيره في مصر، اكيد ليه رؤيه خاصه بخصوص قانون الرياضه وايضا اللائحه الداخليه للنادي الاهلي وايضا اللائحه الاستشاريه. استنونا بعد الفاصل مع اللواء محمد الحسين. النادي الاهلي واجه